performing integration دي تعتبر واحدة من التاسكس الرئيسية للبروجكت مانجر. الانتجريشن معناها التكامل. التكامل يقصد به ان انا عندي اجزاء كتيرة في البروجكت وانا عايز اكامل الاجزاء دي مع بعضها عشان اخرج بالصورة الكلية. على سبيل المثال مثلا لو قلنا ان البروجكت مانجر ده بيتعامل مع اقسام كتير، ناس خاصة بالحاجات مثلا التكنيكال بتاعت مثلا الكتروميكانيك ستراكشرال اركتكشرال، وحاجات تانية خاصة بالبروجكت كنترول زي السكيدجول الكوست، بيتكلم مع الكونتراكت سبيشاليست، بيتكلم مع ناس كتير وبيتكلم مع الناس اللي فوقيه اللي بتكلم فكر استراتيجي او حاجات خاصه بالبيزنس اكتر، فقادر ان هو تجي له المعلومات دي كلها من اماكن مختلفه على شكل اجزاء متفرقه، وهو يقدر بناء على الاجزاء المتفرقه دي كلها يرسم الصوره الكليه ويعمل عمليه التكامل للاجزاء الصغيره دي عشان يقدر ياخد قرارات على المشروع. عشان ياخد قرار على المشروع بالكامل لازم يكون فاهم المشروع بالكامل بكل أجزائه، وعمل integration أو تكامل للعناصر الفردية. فهنا قال the role of the project manager is twofold. twofold يعني له وجهين في من ناحية الانتجريشن when performing integration. أكيد ناحية منهم للناس اللي فوقيه وناحية منهم للناس اللي معاه اللي هم التيم. الناس اللي فوقيه اللي هم الناس بتوع الاستراتيجيك، فيكون قادر ان هو understand the strategic objectives و ensure للالاينمنت، ده مع الناس اللي فوقيه. طيب مع الناس اللي تحتيه اللي هم التيم اللي بيشتغل معاه، قادر انه يعمل لهم guiding وقادر ان هو ياخد الهدف بتاع المشروع منهم. guiding the team this is achieved through integration processes knowledge and people، وقادر ان هو يقدر يعمل عملية التكامل دي. وقال بعد كده ان الانتجريشن كفرد في الشابتر 4 اللي هو اسمه Project Integration Management، بس في الشابتر ده هيكون متغطي على البروجكت مانجمنت. لكن هنا في السكشن اللي احنا فيه ده اللي هو الثري سكشنز القادمين سكشن 3 5 1 و 2 3 و 4، هيركز على الانتجريشن على ثلاث عناصر او 3 دايمنشن او 3 ليفلز. الليفل بتاع البروسيس اللي هي العمليات اللي بتحصل في المشروع، والليفل الكوجنيتيف اللي هو الادراك او الفهم، وليفل الكونتكست اللي هو البيئه المحيطه او السياق. يعني بدا الاول في الخاص بالبروسيس performing integration at the process level. البروسيس زي ما قلنا قبل كده هي عمليات، هي العمليات اللي بتحصل اثناء اداره المشروع، عمليات خاصه بعمل الجدول الزمني، عمليات خاصه باستلام الاعمال في الموقع، عمليات خاصه باعداد خطه اداره المشروع، كل دي عمليات مختلفه. فهنا هو عايز يعمل تكامل للعمليات دي كلها عشان يقدر ان هو يرسم الصورة كاملة من خلال الأعمال دي. بعض الأعمال اللي هيقوم بيها مدير المشروع مش هتكون مرتبطة فقط مثلا بالكواليتي بس، ولا مرتبطة بالسكيدجول بس، لا، في حاجات هتكون مرتبطة بعناصر كتير، وكل عنصر من دول في واحد من التيم شغال عليها. يعني هو المثال اللي ذكره مثلا perform integrate change control process، لما يجي يكون عندي change order امر تغيير في المشروع، عشان ادرس امر التغيير ده مش هروح للناس بتوع السكوب اللي هم بيعملوا مخططات ونطاق المشروع وكده وقال لهم زودوا لي الجزء ده في السكوب واعملوا لي المخططات بتاعتها وخلاص على كده، لا، انا لازم اكون عارف الامباكت على التايم، فبالتالي الناس بتوع السكيدجول هيشتغلوا معايا، واكون عارف الامباكت على الكوست، فبالتالي الناس بتوع البادجت هيشتغلوا معايا. الريسك، هل الجزء بتاع السكوب ده هيعمل لي مشكله في الريسك ولا لا؟ البروكيورمنت، هل هقدر انفذ الكلام ده من خلال نفس المقاول اللي موجود ولا محتاج مقاول تاني او فيندر تاني، ولا الوضع هيكون ازاي؟ وبالتالي في عمليات بتضمن اكتر من قسم، ودور مدير المشروع انه يقدر يعمل انتجريشن للبروسيسز دي. لو ناخد مثال تاني مثلا، انا بعمل ال PMP او البروجكت مانجمنت بلان، خطه اداره المشروع، عشان اعمل ال PMP هيبقى فيها فروع كتير، فرع خاص بالسكوب، فرع خاص بالكواليتي، فرع خاص بالسيفتي والسكيورتي، فرع خاص مثلا بالسكيدجول والتايمنج البادجت، فروع كتير مختلفه. طيب عشان اعمل الكلام ده للبروسيسز المتعدده دي، يبقى في حد هيعمل البروسيس دي وفي حد هيعمل البروسيس الثانيه والثالثه وهكذا، وانا هقدر اعمل انتجريشن ما بينهم، هقدر ان انا اعمل تكامل للبروسيسز اللي اتعملت من قبل كل واحد من أفراد الفريق. وقال في الآخر although there is no stated definition، مفيش تعريف واضح لإزاي إن أنا أعمل integration للبروسيسز دي،
It's clear in the project has a small chance. عنده فرصة قليلة إنه ينجح لو the project manager فشل في عمل integration للبروسيس. يعني هو قلبها شوية. يعني لو قلناها بالعكس إنه مثلا نقول مدير المشروع هيفشل أو هيبقى يعني مش بسهولة إنه هو ينجح. The project manager لو فشل في عمل integration للبروسيس دي فهتبقى فرصة نجاح المشروع قليلة. فرصة نجاح المشروع هتبقى قليلة. انتقل بعد كده للليفل اللي هو الثاني integration at the cognitive level. cognitive اللي هو الليفل الإدراكي أو الاستيعاب. فقال مثلا في البراجراف الثاني the project manager should strive لازم ان هو يكافح to become proficient عشان يكون proficient أو كفء في جميع البروجكت مانجمنت نوليدج areas يكون فاهم في الاوتبوت اللي هيطلعه الناس بتوع الكواليتي لما يعملوا كواليتي بلان أو الناس بتوع الريسك لما يعملوا ريسك ريجستر أو الناس بتوع البروكيورمنت أو الناس بتوع التايم والسكيدجولينج بتوع البادجت يكون فاهم في الداتا اللي هتطلع من عندهم ويكون عارف ايه البروسيسز اللي هتعمله او اللي هتتعمل في كل قسم من الاقسام دي. فعشان كده لازم يكون عنده انتجريشن على الكوجنيتيف ليفل الليفل الادراكي بتاعه هو قادر يدرك الكلام ده ويدرك كل عنصر لوحده ويكامل الصورة ويقدر يقول الصورة دي ناقصة حتة معينة لا كان لازم نستشير الناس بتوع الريسك في الجزء ده عشان يقولوا لنا هل فعلا ممكن الاجراء اللي احنا بنعمله ده يتولد عنده ريسك ولا لا مين اللي قال الكلام ده مدير المشروع لان هو المسؤول عن الانتجريشن للصورة بالكامل الليفل اللي بعده هو الكونتكست او السياق integration at the context level وقال ان there have been many changes in the context في البيئة اللي احنا موجودين فيها عبر الزمن البيئة اللي فيها المشاريع من سنين مش زي البيئة اللي موجودة دلوقتي دلوقتي في تقنيات كتيرة اقدر ان انا اعمل بيها document management مثلا بشكل معين اقدر ان انا اتواصل مع الناس بالايميلز بشكل سهل من 20 سنة الكلام ده ممكن ما كانش موجود فبالتالي السياق اختلف المتطلبات في الكوميونيكيشن بلان وانا بعمل كوميونيكيشن بلان مثلا المتطلبات نفسها اختلفت زمان كنت بتكلم في الكوميونيكيشن على موضوع بس المراسلات والريبورتس والكلام ده النهارده لا ممكن كمان بيبقى في صور ثابته بتتاخد بشكل دوري وبتتبعت في فيديوز بتتعمل كل فتره معينه فالكوميونيكيشن بلان نفسها اختلفت مثلا على السياق طريقتي في اداره المشروع النهارده غير الطريقه من 20 سنه فعشان كده بيقول ان لازم يكون في انتجريشن على الكونتكست ليفل لان البروجكت حصل فيه او الكونتكست حصل فيه تشينج على مر الزمن في الفترات الاخيره نيو تكنولوجيز سوشيال نتورك فيرتشوال تيمز النهارده ممكن ان انا اشتغل من خلال فيرتشوال تيمز عندي جزء مثلا حاجة أنا شغال عليها وما عنديش مثلا فيها structural design هو المشروع كله كان متصمم وجاهز بس جيت في جزئية معينة احتاجت لقيت إن أنا محتاج اعمل ريفيو للستراكشرال ديزاين مراجعه للتصميم الانشائي خلاص بدل ما هجيب مثلا واحد يقعد مثلا اسبوعين وبعد كده يمشي تاني هعمل مثلا اوت سورسنج للكلام ده او هشوف حد مثلا شغال فيرتشوال معايا هو موجود في منطقه جغرافيه تانية بس من خلال التواصل بالايميلز هيخلص لي الجوب دي وهيبعتها لي وهكذا فالفيرتشوال الفيرتشوال تيمز بقت موجوده او الفرق الافتراضيه بقت موجوده في العصر الحالي ما كانتش موجوده بسهوله زمان وعطى اكزامبل على الكونتكست اوف لارج كروس فانكشنال بروجكت البروجكت الكبير اللي بيكون فيه كروس فانكشنال او تعارض في ممكن نقول وظائف متعدده موجوده فيه والوظائف دي بتبقى في حاجه في اتجاه وحاجه في اتجاه تاني فالكلام ده كله مثلا ممكن ما كانش موجود قبل كده وقال ان البروجكت مانجر considers the implication of the context المتضمنات بتاعت السياق in communication planning في التخطيط للcommunication في knowledge management في نقل او ادارة المعرفة نفسها او ادارة حتى الدوكيمنتس وبدأ بعد كده يتكلم على الانتجريشن والكمبلكستي الانتجريشن مع الصعوبة هيبدأ الأول في تعريف ايه هي الكمبلكستي فقال ان الكمبلكستي هي ما معناها الصعوبة ان انا الاقي تعقيد معين او صعوبة معينة قال complexity within project is a result of the organization ثلاث بقى حاجات system behavior او human behavior او uncertainty يا اما السيستم نفسه في مشكلة ان انا لما بتبع السيستم اللي موجود السيستم نفسه بيؤدي
لمركزية عند حد معين مثلا، والمركزية دي بتخلي ان قرارات كتير متعطلة عليه والشغل يبقى واقف وكل الناس متعطلة عشان الفرد ده او البوزيشن ده الشخص اللي موجود فيه ان هو ياخد القرار او ياخد التاسك المطلوبة منه. الهيومن بيهيفير بسبب السلوك بتاع الناس نفسها، ان البيهيفير بتاع الناس نفسها بيبقى في مشكلة. النقطة الثالثة الانسرتينتي، ان انا في حاجة معينة مش عارفها او مش فاهمها كويس او مش واضحة الرؤية بالنسبة لي عن الشيء ده. وقال ان في براكتس جايد، براكتس جايد يعني كتاب عامله الـ PMI خاص بـ Navigating Complexity، استكشاف الكومبلكستي او الصعوبة، A Practice Guide. وقال ان هو مبني على 3 Dimensions، هم النفس اللي قلناهم System Behavior والHuman Behavior والAmbiguity او الغموض او الUncertainty، وال يعني نفس اللي قلناه على الثلاثة دول هو اللي بيكرره. وبدأ يقول ان البروجكت is more accurately described، يعني بصورة صحيحة المفروض يوصف بان هو يحتوي على complexity، مفيش مشروع مش هيحتوي على complexity، ده شيء طبيعي، ومدير المشروع بيبقى دوره في ان هو يفهم الcomplexity او الصعوبات ديت او التعقيدات دي. وقال ان البروجكت مانجر المفروض ان هو بيختبر البروجكت كاركترستكس، خصائص المشروع، خصائص المشروع اللي منها الكومبلكستي، كومبلكستي ككاركترستك كواحده من الكاركترستكس او خصائص المشروع ممكن ان هي تعرف كالاتي، ان هي بتكون فيها مالتيبل بارتس، اجزاء متعدده، والاجزاء المتعدده دي بيبقى في علاقات ما بينها، يعني ممكن مشكله قايمه على البيهيفير بتاع الناس مثلا، فالاجزاء المتعدده بيها خاصه بثلاث افراد مثلا من الفريق، وكل فرد منهم عنده كومبلكستي معينه، فدي تعتبر ايه البارتس، وما بين الثلاث افراد دول في كونكشنز او في علاقات ما بين الناس وبعضها بتؤدي لديناميك انتراكشن، اكزيبيتنج ديناميك انتراكشنز ما بين البارتس دي وبعضها، وبالتالي بناء على كده exhibiting behavior produced as a result of those interaction، ان البيهيفير البروديوس كنتيجة من الانتراكشن، نتيجة من التعامل اللي ما بيحصل ما بين الثلاث أفراد مثلا بتوع الفريق ده، النتيجة دي المفروض ان انا اخد بالي من نقطة الانتجريشن ليها، وهنا يعني عنوان الجزء ده كله او الصفحة دي integration and complexity، كل ده كان بيتكلم على complexity، وفي البوينت الرابعة دي بدأ انه يدخل موضوع الانتجريشن، ان انا عايز اعمل تكامل للاجزاء بقى بتاعت الكمبلكس دي، فان انا اعرف ان لو كل بارت منهم عامل كومبلكستي بدرجة معينة، تكامل التلات اجزاء مثلا تلاتة تيم ممبرز مثلا دول هيعملوا مشكلة اكبر ممكن او اصغر، ممكن يكون الصم بتاعها او المجموع بتاعها مختلف عن كل مشكلة لوحدها، يعني كل مشكلة لو خدنا مثلا افراد فريق واحد منهم مثلا انطوائي فعنده مشكلة ان هو مش عايز يختلط بالتيم وبيبقى قافل على نفسه باستمرار، واحد تاني العكس منفتح وعمال يجمع دوكيمنتس وعمال ياخد الدوكيمنتس دي عنده سواء بتاعته او مش بتاعته، دي كومبلكستي ودي كومبلكستي، بس الصم بتاعهم ان هيحصل بقى لما اجي اعمل انتجريشن الاثنين هيحصل مشاكل، هيحصل تعطيل للشغل، ان ده فاكر ان ده بيجمع دوكيمنتس وخلاص والتاني شايف ان ده ما بيتعاملش معاه وده بيوقف شغل ده وده بيوقف شغل ده، فتبدا تحصل كومبلكستي اكبر من كل واحده فيهم، فالصم بتاعهم بيكون مختلف. وفي النهايه قال examining these items that help أو بيساعد على identify key areas، بيعرف المناطق الرئيسية اللي ممكن يكون فيها صعوبات أثناء ما أنا بعمل planning managing controlling للproject عشان أحقق أو أضمن الintegration، فبالتالي لازم أكون واخد بالي من إن دور رئيسي من أدوار مدير المشروع عملية الintegration، لأن هو يمكن الوحيد اللي هيبقى شايف الصورة كاملة، اللي فوقيه مش عارفين الفريق عمل ايه، والفريق مش كل واحد عارف التاني عمل ايه، لكن البروجكت مانجر متجمع عنده الصورة من فوق، الاستراتيجي الالايمنت، وجايله من افراد الفريق كلهم كل واحد قال له حاجة معينة، وهو الوحيد اللي يقدر يشوف الصورة كاملة، وبالتالي المفروض قراراته تبقى افضل القرارات من ناحية اهداف المشروع. وبكده يبقى خلصنا الشابتر الثالث اللي هو The Role of the Project Manager.